ما بين هنا مبرر وما بين لا ما فيش مبرر، ما بين اصل انا اضطريت وما بين ما فيش حاجه اسمها انت اضطريت او انت اضطريتي. خلينا نفهم راي علم الاجتماع ايه. شوفي حضرتك، اولا احنا بني ادم، البني ادم ده كائن اجتماعي بيعيش في مجتمع مرتبط بعادات المجتمع وقيم وتقاليده وثقافته وكل ما يدور في اطار علاقته بالاخر. عشان كده الحرمانية ما هيش حرمانية دينية فقط. الحرمانية الدينية بتاعت ربنا وربنا يحاسب عليها وربنا بيغفر فيها وبيستر ناس كتير في أحيان كتير وبيديهم فرص كتير. الحرمانية الاجتماعية هي اللي بتحافظ على ضبط إيقاع المجتمع. بمعنى إيه؟ رد فعل المجتمع، ممارسة العقوبات الاجتماعية. العقوبات الاجتماعية تبدأ من الرفض، العزل، الاحتقار، عدم الرغبة في التعامل، التوبيخ، عقوبات كتيرة جدا بيمارسها المجتمع. لما بيكون المجتمع قوي وبيمارس عقوباته بيبقى الواحد أي بني آدم قبل ما بيغلط بيفكر في ردود أو في نتائج هذا الخطأ، وبالتالي بتعمله حماية داخلية لأن هو خايف من العقوبات الاجتماعية. العقوبات الاجتماعية عند بدأ يبقى فيها سيولة كتيرة، ما هو مقبول عند ناس أيوة. مرفوض عند ناس. وندي مبررات لبعض التصرفات ونديها نوع من أنواع المكياج فنديها شكل غير الشكل الطبيعي. أصل انت ما بتدلعنيش يعني، كل ده لو حد عايز مبرر موجود. كل ده كلام فاضي. فبدأ اللي بيغلط بيعرف يدور على الناس اللي يقولوا له لا ده عادي، ده ما فيهوش مشكلة، برغم ان هو خرج عن نطاق الدين والاخلاقيات والانساني. حتى الجانب الانساني بقى حضرتك بتقوليه انه اي انسان بني ادم، لانه البشر دايما احنا البني ادم ليه ثلاث انواع من الاحتياجات. احتياجات الجسم اللي هو تركيبته الجسميه، ده الاكل النوم الشرب الامان الغريزه. احتياجات الوجدان اللي هي العاطفة والصداقة والحب والرومانسية والتميز والسلطة والمكانة، واحتياجات العقل، الفهم، الإدراك، التجديد، التطوير. أي بني آدم بجد ما بيحبسش نفسه في دايرة واحدة من الاحتياجات، لكن في قطاعات كتيرة جدا من المجتمع تم اختزال أدميتهم، فأصبح كل طاقته وكل فكره وكل مصادر استعادة من وجهة نظره احتياجات الجسم. وعندما يلجأ لاحتياجات الجسم يتدنى عن قيمة الإنسان، لأنه يشابه الحشرات في منهج حياته، بالرغم من الحشرات والحيوانات ربنا منظم لها إشباع الحاجات دون. مفيش حيوان يأكل وهو شبعين، مفيش حيوان يمارس الغريزة للاستمتاع ولكن لبقاء النوع. أما الإنسان لما بيدخل ينهج هذا المنهج يبتدي يسر فيه فيتدنى عن الكائنات الأخرى. لكن الإنسان اللي بجد حتى في نطاق الغريزة لازم يمارسها بعاطفة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى الإنسان الغرائز عنده تثار من العقل، بدليل في بعض الناس بتتباهى يعني يا دكتور بان هم بيخونوا او بتاع ان هم لا يكفيهم شخص واحد سواء رجل او امراه. ده بيشبهوا نفسهم يعني، يمكن حتى الحيوانات مش كده. فحضرتك لما بتتكلم كده انت بتقلل من قيمتك كبني ادم يعني. هو فقد الادميه، ما هو البني ادم ما يعرفش يعيش غير كده. لكن الثاني ينهج المنهج الحشري في الحياه. كمان في فرق بين الذكر والانثى وما بين الرجل والمرأة. بالزبط. عندما يتدنى الرجل لمنصب أو لقيمة الذكر، أو تتدنى الأنثى المرأة لقيمة الأنثى، على طول بيمارسوا الحياة بطريقة مختلفة. فالطبيعي أن الإنسان لا يهتم بإقامة علاقة إنسانية ببعدها الجنسي والعاطفي والاجتماعي إلا مع واحدة، وهي برضو مع واحد. ليه؟ لأنه هنا العملية متكاملة عند الإنسان. وزي ما قلت لحضرتك ربنا إدى الإنسان الغرائز المحترمة. بمعنى إيه؟ أنه لو الراجل أو الست يعني لو قاعدة معاه مراته أو أمه أو أخته أو بنته لا تثيره برغم أنها أنثى. ليه؟ لأن مخه قال له لا. وقد تثير أنثى في أمريكا من غير ما تبقى موجودة لمجرد الخيال. إذن الإنسان يثار أو لا يثار من خلال يعني نقدر نقول أن الثقافة اللي احنا الذكورية شوية لو تسمحي لي أقول أو الازدواجية اللي عندنا هي اللي خلت بعض الرجال فاهمين أن هم ما يقدروش يكملوا مع واحدة بس أو أن هم في حاجة. لا ده هو قابل أن هو حياته كلها بتدور في منطق إيه؟ أنه هذا الجنس متعة بصرف النظر هو بيمارسه مع مين. إنما لو اتعود احترم آدميته كإنسان هيبص يلاقي أن ممارسة هذا الشيء لازم يكون في إطاره العاطفي
والعقلاني إلى جانب الإطار الاجتماعي. طيب. فهو بيسعى لإثارة غرائزه بنفسه لأن هو مخه اللي انحرف. طيب